الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الله الباطن توفيق الله عز وجل. نستأنف قراءتنا للكتاب الشاذ للبصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 19 المحرم لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر السابع لعام 24 و2000، وما زلنا نقرأ في باب الفرائض للمواريث. عرفنا فيما مضى أن المواريث تقسم بطريقين، بالفرائض وبالتعصيب. بالفرائض يعني بالقدر المحدد شرعا، الربع والنصف، الثلث الثلثان، ثم السدس. وبالتعصيب بعد ما أخذ أصحاب الفرائض فرائضهم، الباقي يأخذ المعصب، ها ما بقي. يعني مثلا هلك هالك عن زوجة وابن، فالزوجة تأخذ ثمن لوجود الابن، والباقي بالتعصيب يأخذه ها الابن. هذا معنى التعصيب. طيب، الأمر الثاني في العصبات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر الثاني في العصبات ودرجاتهم وكيفية ترتيبهم في الإرث، وبما تقدم يعلم الحجب. في العصبات ودرجاتهم، إذا العصبات متدرجين، في ناس أقرب من ناس، وكيفية ترتيبهم، من أولى من الآخر في الإرث، وبما تقدم، من يقدم على من، يعلم الحجب. الحجب هو أن يحجب الأقرب أو الأقوى من هو أبعد أو أضعف. فمثلا لو هلك هالك عن أب وجد، الجد كم له؟ لا شيء له، لماذا؟ ميراث الأب، فيحجب الجد. لو هلك هلك عن ابن وابن ابن، كم لابن الابن؟ لا شيء، لكل ميراث الابن وحجب ابن الابن. لو هلك هلك عن عم وابن عم، فالميراث العم الشقيق، العم وابن العم ما له شيء، حجبه. هذا معنى الحجب. نعم، اقرأ. قال: فالعصبات حدهم هم الذين يرثون بلا نصيب مقدر. فالعصبات حدهم، أبا عوض ما معنى حدهم؟ لا، وعبد الكريم حدهم، بدر تعريفهم. الحد هو التعريف، قلنا عندهم ها الحد يعني التعريف. العصبات تعريفهم كذا كذا، حد الصلاة، تعريف الصلاة. ما هو تعريف الصلاة؟ تعبد لله بأقوال أفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم. ما حد الصلاة؟ أيضا التعبد لله. التعريف معناه الحد، والحد هو التعريف. خلاص أبو عبد الكريم من اليوم رايح، الحد هو التعريف، ماشي؟ طيب، في العصبات حدهم هم الذين يرثون بلا نصيب مقدر. طيب، والذي يرث بنصيب مقدر ماذا يسمى؟ ورث بالفرض، اللي يأخذ نص أو ربع أو ثلثين، هذا بالفرض. اللي بتعصيب بلا تقدير، يأخذ الباقي كله بعد الفراض. فلو هلك هالك عن بنت وأب، بنت وأب، فالبنت بالفرض تأخذ النصف، والباقي للأب بالتعصيب. واضح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفراض بأهلها. أول شيء تعطيه أصحاب الفراض، أصحاب النصف إن وجد، الربع، الثلث، الثلثين، الثمن، السدس، تعطيه وش أصحاب الفراض. فما بقي فلأولى رجل ذكر في أولويات. هذا اللي بعد الفراض يرث بالتعصيب بلا تقدير، الباقي إن بقي شيء خلاه كله. واضح؟ هذا معناه أن العصبات هم الذين يرثون بلا نصيب مقدر. أما الذي يرث بنصيب مقدر، هذا قال عنه إيش؟ يرث بالفرض. وبعض الورثة يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، كالأب مثلا. لو هلك هلك عن ابن وأب، ابن وأب، فالأب يأخذ السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب للابن.
واضح؟ فأحيانا الأب يأخذ بالفرض كالسدس، وأحيانا يأخذ إيش ما في له أقرب واحد يأخذ بالتعصيب. نعم. قال فيترتب على هذا أن الواحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله. الواحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، كما لو هلك هلك عن ابن واحد، الابن يأخذ المال كله بالتعصيب إذا انفرد. لكن لو هلك هلك عن ابنين يتقاسم، ثلاثة يتقاسموا، واضح؟ إذا انفرد واحد يأخذ المال كله، تركه كله. نعم. وإذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا كان أو كثيرا. إذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا كان أو كثيرا، يعني ما هلك هلك عن بنتين وعم، فللبنتين الثلثان والباقي للعم، تعصيبا وفرضا؟ تعصيبا. طيب كما وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب. إذا الفروض نفسها فيها ثمن وفيها مثلا ثلثان وفيها استغرق المال كله، العاصب هذا ما يبقى له شيء. لكن ليش كل العصب يسقطون؟ مثل الابن يرث بالتعصيب ما يسقط ابدا. خل قاعده هذه، الابوان والولدان والزوجان لا يسقطون، ممكن يقل نصيبهم لكن ما الزوجه لازم ترث من زوجها، والزوج لازم يرث من زوجته، والاولاد بنين وبنات لازم يرثون، واضح؟ كذلك ايش الام والاب، لا ممكن الاب ما يرث مع وجود مثلا الابن، لا يرث لكن مش ليس بالتعصيب، واضح؟ فالابوان ما يسقطان، والزوجان ما يسقطان، والولدان ما يسقطان، العم مع وجود الاب يسقط، مع وجود الابن يسقط، ابن العم باب اولى، ابن الابن يسقط، الجد يسقط، الأخوة يسقطون مع وجود فرع وارث ذكر، ما لهم شيء للأخوة والأخوات. الذين لا يسقطون ولو قل ميراثهم الأبوان والولدان، شمعت الولدان الابن والبنت والزوجان، واضح؟ طيب نعم. قال حتى في المسألة التي يسميها الفرضيون الحمارية. الحمارية كم يا خالد؟ وهي زوج له النصف وأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث وإخوة أشقاء وعصبة يسقطون، كما هو المذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء. طيب هذه حمارية، قصتها ليش سمى حمارية؟ زوج له النصف يعني الميت إيش؟ زوجة، صح؟ الزوج يعني المتوفية زوجة، فهلك هالك عن هلكت هالك عن زوج. طبعا هنا الزوجة المتوفية ما لها فرع وارث، فلذلك الزوج يأخذ النصف، لو كان في فرع وارث يأخذ الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. لكن هنا الزوج أخذ النصف، معنى أن ما في فرع وارث للمتوفية، وأم لها السدس. سبب سدس لأن في جمع الأخوة، إذا في جمع الأخوة فميراث الأم حينئذ السدس، وإن كان أخوة فلأمه السدس. لاحظ نصف وسدس، النصف للزوج والسدس للأم، وأخوة لأم، أخوة يعني عدد، إذا كان أخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث، لا يفضل ذكراهم أنثاهم بالتساوي، الأخوة والأخوات لأم. طيب وبقي بعد، قالوا أخوة أشقاء عصبة، سمعت عصبة أنهم يأخذون الباقي بعد ما يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم. لكن المسألة الآن فيها نصف والسدس والثلث، انتهت التركة. نجرب رقم ستة، كم نصفه؟ ثلاثة. راح لمن؟ ذهب لمن؟ الزوج. وكم سدس الستة؟ واحد. واحد ذهب للأم. طيب وكم ثلث الستة؟ اثنان. كم صار؟ ستة. انتهت. طيب الأخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء. طيب ما لكم شيء،
حصلت هذه المسألة في عهد عمر الخطاب، فذهب الزوج بالنصف، وذهبت الأم بالسدس، وذهب الأخوة لأم بالثلث، وجاء الأشقاء. الأشقاء إيش معنى الأشقاء؟ أخوان المتوفية من أمها وأبيها. الحديث واضح، الحق الفرائض بأهلها، صاحب النص أخذ النص، صاحبة السدس الأم أخذت السدس، أصحاب الثلث الأخوة لأم أخذ الثلث، ما بقي شيء. والحديث فما بقي، لو بقي شيء أعطيتكم تعصبة. تمام. بعد سنة وقعت مثل هذه الحادثة، هلكت هالك عن زوج وأم وأخوة لأم. فعمر الخطاب عطى الزوج النصف والأم السدس والثلث للأخوة لأم. أتى الأشقاء، طيب نحن ما بقى ما لكم شيء في كتاب الله. قال هب أن أبانا حمارا. هذا الأخوة إيش للميتة؟ من إيش؟ من الأم والأب. يعني هؤلاء أخوان المتوفية لأم دون الأب خذ الثلث، وإحنا أخوانها من أمها وأبيها شقاء، ما لنا شيء. افرض أن أبانا حمار، أليست أمنا واحدة؟ يعني إحنا أخوان الميتة من الأم والأب. خلي الأب ها هب أنه حمار، أليست أمنا واحدة؟ فماذا فعل عمر؟ أدخلهم مع الأخوة لأم، فصارت المسألة هذه الحمارية، وتسمى أيضا المشركة، لأن أشرك الأشقاء مع الأخوة لأم في الثلث. وتسمى أيضا الحجرية، لأنه ماذا قالوا؟ قال هب أن أبانا حمار أو حجر ملقي في اليم، فسمت حجرية، وهي زوج وأم وأخوة لأم أخذ الثلث والأم السدس والزوج أخذ النص، لم يبقى للشقاء شيء. قال إحنا مش معترفين بأبينا، أمنا واحدة ولا لا؟ فشركهم. واضح؟ لكن هنا يقول إيش؟ زوج له النص وأم لها السدس وأخوة لأم لهم الثلث وأخوة الشقاء عصبة، والعصبة إيش يرثون؟ الباقي، ما بقي بعد الفرائض. قال يسقطون، كما هو مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء. ما الدليل؟ قال وقد دل على ذلك، قال وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح؟ الحديث واضح وصريح. لما عمر رضي الله عنه قسم بهذه العام وشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم في الثلث، أتى الذين في العام الماضي قال العام الماضي ما أعطيتنا شيء، قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، اللي راح راح. فبعض العلم بعض المذاهب يعملون بهذا، إذا صارت المسألة مثل هذه الحمارية أدخلوا الأشقاء مع الأخوة لأم في الثلث. واضح؟ طيب مفهوم الحديث هذا منطوق حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، ما بقي فلأولى رجل، مفهومه أنه إذا قال مفهوم الحديث أنه إذا لم يبق شيء سقط العاصب من دون تفصيل، فدخلت فيه هذه المسألة. نعم، سقط العاصب، العاصب ليأخذ باقي المال بدون تفصيل. نعم. قال ولهذا ولهذه المسألة أدلة ذكرت في غير هذا الموضع. تمام. وأما درجات العصبة فلا، هذه المسألة في خلاف زوج وأم وأخوة لأم وأشقاء، هل يشرك الأشقاء مع الأخوة لأم أو لأنهم عصبة يرثون ما بقي ولم يبقى شيء؟ هذه خلافية. نعم. ولهذه المسألة وأما درجات، وأما درجات العصبة فالذي عليه المعول أن جهات العصبة خمس. المعول ما معنى المعول؟ يعني الذي صار عليه العلماء عولوا عليه. واضح؟ أن جهات العصبة خمس. كم جهة؟ خمس. انشوف يلا. قال أولا البنوة وإن نزلوا. البنوة وإن نزلوا، هذو العصبة اللي هم الأبناء يسمون الفروع. من هم الفروع؟ من تفرع منك. بنوة،
الأولاد، أولاد البنين، طيب هذول العصبة الأولى، الجهة الأولى. بعد ثانيا الأبوة وإن علوا بمحض الذكور. الأبوة وإن علوا، يعني الأب، الجد، جد الأب، هذول أبوة وإن علوا، لكن الذكور تكلم عن العصبات، يعني الجدة أم الجدة لا ما تجي عصبة، عصبة كلهم ذكور إلا امرأة واحدة اللي هي المعتقة، اللي تعتق المملوك ثم يصير عنده مال، ومال ورثة إلا هاي المعتقة التي اعتقته، فتأخذ المال بالتعصيب كما سيأتي. كل العصبات ذكور، ممكن تكون الأنثى عصبة مع أخيها، عصبة مع ابن عمها، أما الشقيقة مع، لكن العصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة. تمام، كمل. ثالثا والإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور وإن نزلوا. الأخوة طبعا أشقاء ولأب، لأن الأخوة لأم يرثون بالفرض الواحد السدس، وأكثر من ذلك يشتركون في الثلث. أما الأخوة الأشقاء والأخوة لأب هذول من العصبة. وإن نزلوا يعني وإن كان إيش ابن الأخ، ها ابن الأخ، وإن نزل بمحض الذكور وإن نزلوا. نعم. رابعا الأعمام لأب أولهما وأبناؤهم وإن نزلوا. قرأت غلط، عيدها. والأعمام لأب أو أولهما وأبناؤهم وإن نزلوا. الظاهر إيش يعني، يمكن تشوف التصحيح الأخطاء آخر الكتاب. الأعمام لأب أو للأب والأم، يعني أشقاء الأب، أعمام أشقاء والدك أو أخوة لوالدك من الأب، واضح؟ وأبنائهم، لأن في عم شقيق، من هو العم الشقيق؟ أخو والدك من أمه وأبيه. عم لأب، من هو العم لأب؟ أخو والدك من أبيه، من الجد يعني. في عم لأم، أخو والدك من الأم، من جدتك، هذا ليس من العصبة. العصبة إما الأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب، كمان الأخوة العصبة، إما الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب. الأخوة لأم يرثون بالفرض الواحد سدس، والمجموع يشتركون في الثلث. نعم، كمل. خامسا الولاء. الولاء اللي هو المعتق أو المعتقة، ممكن يكون إيش امرأة وهي التي اعتقت، وهذا الميت ما له وارث إلا المرأة تلك التي اعتقته كان مملوكا عندها، وهي امرأة ومع ذلك ترث بالتعصيب. إذا كان المعتق رجل واضح، لكن هي المرأة الوحيدة بين العصبات، العصبة بالنفس، ها؟ طيب كمل. قال فإن وجد عاصب واحد من هذه الجهات الخمس ثبتت له أحكام العاصب السابق يأخذ المال إذا السابق يأخذ المال، في واحد أسبق من واحد، إيه؟ ثبتت له أحكام العاصب السابق يأخذ المال إذا انفرد أو ما أبقت الفروض أو يسقط بالاستغراق. طيب العاصب السابق كما لو هلك هالك عن ابن وابن ابن، ابن ابن ما له شيء، لماذا؟ لأن الابن أقرب للميت، حجب ابن الابن فهو أسبق منه للميراث. هلك هالك عن أب وجد، الجد لا شيء له مع وجود الأب. هلك هالك عن أخ وابن أخ، أخ شقيق وابن أخ، الميراث للأخ أسبق. طيب هلك هالك عن أب وأخ، أب وأخ، هذا جهة وهذا جهة، صح؟ لمن الميراث؟ ها؟ لا، للأب والأخ ما له شيء. التعصيب، الآن كان التعصيب، ما عنده هذا، مات، ما عنده الأخ وأب، الميراث كل الأب الأخ ما له شيء. كما لو هلك هالك عن ابن وأخ في الميراث الابن، هلك هالك عن ابن ابن وأخ الميراث لابن الابن، لأن ماذا؟ فيها ترتيب، في أبوة
وفي بنوة وفي أخوة وفي عمومة وفي معتق. واضح؟ مسألة مرتبة. نعم كمل. قال وإن وجد اثنان فأكثر فلا يخلو. إيش حالته هذا؟ الأسبق يأخذ من هو دونه، صح؟ إذا انفرد أو ما أبقت الفروض، أعطينا أصحاب الفروض فرائضهم والباقي يأخذ هو هذا الفرد المنفرد، كما لو هلك هلك عن زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن والباقي للابن وحده. أو يسقط بالاستغراق مثل الحمارية، الزوج أخذ النصف والأم أخذ السدس والأخوة الأم أخذ الثلث، ما بقى شيء وباقي أخ شقيق ما له شيء، سقط لأن استغرقت التركة، استغرقتها إيش؟ أخذها أصحاب الفروض. نعم. وإن وجد اثنان فأكثر فلا يخلو، إما أن يكون كل واحد في جهة أو يكون في جهة واحدة. طيب إذا كان العصبة هؤلاء عصبات وحدهم هم الذين يرثون بلا نصيب في أكثر من واحد، لكن إما أن يكون في جهة واحدة أو يكون إيش؟ في أكثر من جهة. جهة واحدة كان يهلك هالك عن أب وجد نفس الجهة، صح؟ كلهم أبوة. أو يهلك هالك عن ابن وابن ابن، الجهة واحدة. أو يهلك هالك عن أخ وابن أخ، الجهة واحدة. أو يهلك هالك عن عم وابن عم، جهة واحدة. واضح؟ لكن لو هلك هالك عن أب وابن، الجهة مختلفة، أبوة وبنوة. عن ابن وأخ شقيق، الجهة مختلفة. عن أخ وعم، أخ وابن عم، الجهة مختلفة. إذا كان الجهة واحدة واضح الأقرب يحجب الأبعد، الابن يحجب ابن الابن، والأب يحجب الجد الجد، والأخ يحجب ابن الأخ، وابن الأخ يحجب العم، والعم يحجب ابن العم. هذا إذا كانت الجهات مختلفة، عفوا إذا كانت الجهات واحدة، لكن أحيانا تكون الجهات مختلفة، أب وابن، ابن وأخ، أخ وابن عم، الجهات مختلفة، فماذا العمل؟ فما العمل؟ نعم تفضل. فإن كان كل واحد في جهة قدم الأقرب جهة كما تقدم، الأقرب جهة. نعم. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الأبعد ولو كان الأبعد شقيقا. فإن كان كل واحد في جهة قدم الأقرب جهة كما تقدم. نعم كمل. فإن كانوا في جهة واحدة، طيب كانوا في جهتين أب وابن، من يقدم؟ صعبة هذه. لا سهلة، فالحالة أصلا الأب سيرث ماذا يكون؟ بالفرض، سيأخذ السدس مش عصبة، فالابن يأخذ حينئذ بقية المال لأن الأب أصلا ورث بالفرض. واضح؟ لكن لو هلك هلك عن زوجة وأب وأخ، فالزوجة لها الربع، الربع لأن ما في فرع ورث، والباقي من يأخذه؟ الأب ولا الأخ؟ الأب يحجب. الجهة أقوى، جهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة، وجهة الأخوة أقوى من جهة العمومة. واضح؟ طيب فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الأبعد ولو كان الأبعد شقيقا. ولو كان الأبعد شقيقا، واحد هلك هالك عن أخ لأب وعم شقيق، عمومة وأخوة، من يقدم؟ الأخ، وإن كان لأب وذاك عم شقيق وأخ لأبيك من أمه وأبيه، لكن الأخ أقرب. نعم وإن كان لأب. نعم. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، فتقديم هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق أقرب يأخذ ميراث ويحجب، الأخ الشقيق إيش أقرب؟ هم كلهم أخوان، الشقيق أخوه والأب أيضا أخوه، القرب أقوى. واحد أقوى. والجهة واحد، كلهم أخوة، كلهم جهة إيش؟ أخوة. والقرب هذا أخي وهذا أخي، لكن هنا القوة،
الأخ الشقيق أقوى. إذا صار في جهة وفي صار في قرب وصار في قوة. الجهة يا شيخوان أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، معتق، ولاء، هذه الجهات خمس. القرب الأب والجد، الابن وابن الابن، الأخ وابن الأخ، العم وابن العم، هذا إيش؟ في واحد أقرب من الثاني. الجهات تختلف عن القرب. القوة، القوة الأخ الشقيق أولى، أقوى، أولى بالميراث من الأخ الأب، والعم الشقيق أقوى من العم الأب، واضح؟ طيب الأخ لأم يرث بالفرض، ما ندخل بالعصبات، عصابات الأشقاء والأخوة الأب، واضح؟ كمل. قال: فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، فتقديم الابن على باقي العصبات تقديم للجهة. الابن لأنه جهة أقرب. القوة أين تكون القوة؟ في الأخوة والعمومة، شقيق وأولي أب. لكن ما يتصور في ابن شقيق وابن، لا، الابن ابن، فجهته أقرب. إذا انتقلنا ما في بنوة، شوف الأخوة، والأخوة ننظر فيه معاد، الأقوى اللي هو الشقيق أقوى من الأب، فهو له الأولوية. نعم. وتقديمه على ابن الابن من باب قرب المنزلة. يقدم الابن على ابن الابن، الجهة واحدة، لكن أيهما أقرب؟ الابن ولا ابن الابن؟ الابن. نعم. وتقديم الأخ الشقيق على الذي لأب من باب تقديم القوة. القوة، الشقيق أقوى من الأب. نعم. فإن تساووا من كل وجه اشتركوا. فإن تساووا من كل وجه، كأن هلك هالك عن ابنين، هذا ابن وهذا ابن، هلك هالك عن شقيقين، هلك هالك عن عمين شقيقين، هلك هالك عن أخوين لأب، الجهة واحدة والقوة واحدة، يشتركون، واضح؟ نعم. وهؤلاء العصبات مع أخواتهم قسمان. في عصبة مع الغير، هناك عصبة وحدهم، هنا عصبة مع الغير. مع الغير تصير ذكور وإناث، لكن العصبة بالنفس فقط ذكور إلا المعتقة، واضح؟ كمل. نعم. أولا قسم للذكر، هؤلاء عصبة مع أخواتهم قسمان، عصبة مع الغير، هناك عصبة بالنفس. نعم. واحد، أولا قسم للذكر مثل حظ الأنثيين. من هم؟ وهم البنون وبنوهم مع أخواتهم، والإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم. هلك هلك عن ابن وبنت، الميراث كله الابن والبنت، لكن يقسم الذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هلك عن زوجة وخمس بنات وابن واحد، الزوجة كم لها؟ الثمن بالفرض، والباقي للأخ مع أخواته، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ طيب كمل. هلك هالك عن شقيق وشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخ لأب وأختين لأب، الجهة واحدة والقوة واحدة، أخوة وأخوات للميت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ثانيا وقسم ليس لأخته معه شيء لكونها من ذوي الأرحام وهم باقيهم. نعم تفضل كمل. فعلم مما تقدم أن الأخوات مع أخواتهم في المواريث ثلاثة أقسام. قسم ليس لأخته معه شيء، يعني مثلا هلك هلك عن عم وعمة، من يأخذ ميراث؟ هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ كلا. العم، العمة يكون مسكين، العمة تورث ولا ترث، العمة ما ترث ولا دينار إلا تكون إيش؟ ما في أحد ورث إلا العمة، هذه سووا ذوي الأرحام، لكن هي ليست وارثة لا بالفرض ولا بالتعصيب، واضح؟ كذاك الخالة ما ترث لا بالفرض ولا بالتعصيب. نعم.
كمل. فعلم مما تقدم أن الأخوات مع أخواتهم في المواريث ثلاثة أقسام، هذان القسمان والثالث الذكر والأنثى سواء، وهم الإخوة للأم. يشتركون في الثلث الإخوة للأم، لا يفضل ذكرهم وأنثاهم. نعم كمل. وقد علم أيضا من هذا ومما سبق أن العصب ثلاثة أنواع. أولا عاصب بنفسه، وهم جميع الذكور إلا الزوج والأخ للأم والمعتقة. عاصب بنفسه وهم جميع الذكور، كل الورثة ذكور يستطيعون يكون عصبا إلا الزوج. الزوج يرث بالفرض فقط، يا من نصف إن لم يكن لزوجته المتوفية فرع وارث، أو الربع مع وجود فرع وارث. والأخ لأم إن كان واحد سدس بالفرض أخ السدس، وإن كانوا مجموعة بنين وبنات يشتركون في الثلث. والمعتقة امرأة ومع ذلك ترث بالتعصيب، واضح؟ هاي قواعد. هذا العاصب بنفسه. اثنان ثانيا وعاصب بغيره، وهن البنات وبنات الابن. هن البنات عاصب بالغير، يعني ايش؟ يعني هلك هلك عن بنت وابن، هنا عصب ياخذون الباقي البنت والابن للذكر والحظ فيه. ايه وبنات، وبنات الابن، بنات الابن هلك هلك عن ابن ابن وبنت ابن، يعني المتوفي من جدهم، صح؟ يشتركون بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. والشقيقات، والشقيقات الاخوه والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. واللاتي، واللاتي للاب مع اخوتهن. واللاتي لاب، اخوه واخوات لاب للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. لانهن يعصبونهن ويمنعونهن الفرض. نعم، لانهم يعصبونهن ويمنعوهن الفرض. كيف يعني الفرض؟ لو هلك هالك عن شقيقتين، تقدم معنا في الفرائض فللشقيقتين الثلثان، لكن لو هلك هالك عن شقيقتين وشقيق، حينئذ الشقيقتان لا ياخذن الثلثين، لكن ايش؟ مع الاخ للذكر مثل حظ الانثيين. لو ما كان في اخ لا ورثت الشقيقتان الثلثين بالفرض، واضح؟ هلك هالك عن بنت ابن، واحدة بنت ابن لها النصف، هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ما تأخذ النصف. ايش تأخذ بالحالة مع ابن الابن؟ يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين. وجود هذا المعصب مع أخواته ماذا فعل؟ حرمهن من الميراث بالفرض، فيدخلن معه التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. ثالثا عاصب مع غيره، عاصب مع غيره. نعم. وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الإبن. طيب عاصب مع غيره وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الإبن، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة. البنت كم لها؟ النصف. النصف. والشقيقة السدس تكملة الثلثين. لو هلك هلك عن ابنتين فلهما كم؟ الثلثان. واضح؟ لكن هي بنت واحدة فلها النصف. ميراث البنات والأخوات الشقيقات الأب الثلثان. البنت أخذت نصف كامل. كم بقي على الثلثين إذا راح النصف؟ باقي السدس. فحينئذ الأخت الشقيقة تأخذ السدس بعد ما تأخذ البنت النصف. سدس نصف السدس كم يصير؟ ثلثان. حسبها، نجرب نجرب. طيب رقم ستة، كم الثلثان من الستة؟ أربعة. أربعة. لو أخذت البنت نصف الستة كم؟ ثلاثة. ثلاثة. سدس الستة كم؟ واحد. واحد. فقال عن هذا حين السدس سدس تكملة الثلثين، هم الثلثان أربعة. إذا أخذت البنت النص ثلاثة من ستة،
بقي على الثلثين كم من واحد. من الأربعة كم بقي واحد سدس. والواحد بالنسبة للستة كم سدس فيقال عن هذا إيش سدس تكملة الثلثين واضح هلك هالك عن بنت وبنت ابن لو عن بنتين فكم لهما الثلثان صح عن بنت واحدة النصف وبنت الابن تكملة الثلث سدس تكملة الثلثين واضح هذا معنى سدس تكملة الثلثين نعم أدري صعبة شوي بس له بس مو ذاك الصعوبة يعني الستة إيش كم سدسها الستة واحد كم ثلثها اثنين كم ثلثاها أربعة كم نصفها ثلاثة سهلة يعني ولا الدرجة ها ولا الآلات حاسبة عطرت المخ بالمرة ها عطرت ولا لا طيب الآن على طاري هذا في شبهة نخرج عن موضوع الفرائض وسجلها نستفيد منها إن شاء الله لماذا السنة ما دونت إلا بعد قرنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم والترمذي أبو داود وهذه الفجوة يعني وين راحت الأحاديث توا يفطل لها البخاري فيكتبها في ناس زنادقة يطرحون هذا الطرح أليس كذلك؟ طيب 100 سنة 200 سنة في القرن الثالث بدايته كذا البخاري ومسلم أولا السنة دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب فلان عبد الله بن عمرو اكتبوا لأبي شاه ثم زادت الكتابة الناس كتبوا قبل البخاري قبل مسلم فلان وفلان منهم مالك الموطأ قبل البخاري ومسلم ثم بعد ذلك زادت الكتابة فعصر التدوين والكتابة في عصر البخاري ومسلم وهؤلاء لأن الناس كانوا يحفظون الأحاديث والكتابة كانت قليلة جدا محمد بن عوض ما اسمك محمد بن عوض بن زايد ها سمران مواليد كم ولا مش مولود قال أيام سمران بهالبر البدو لا عندهم تسجيل ولا ده إيش منزلية ولا ها صح كم سمران صار لها ها صح مع ذلك لم يقيد ماذا تاريخ ميلاده اليوم نفس الساعة يقيدونه لا يقولك بعد الساعة كذا نصف الليل خمس ولدت مرأة سجل صار في تسجيل ما يعني أن هذا سمران شخصية وهمية مو حقيقية لكن محمد قال له أبوه أنا عوض أنا أبوك عوض أبوه قال له أنا إيش زايد أنا زايد زايد قال له أبوه سمران أنا أبوك منقول هذه الأنساب إلى الجد الرابع في ناس ناقلين أكثر وأكثر وأكثر في ناس ممكن يعد لك إلى كذا وكذا مو مقيد بس شنو يا أخوان يحفظونه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحفظ ينقلها جيل عن جيل حدثنا وإن كان إيش لا يقيدون لأن التقييد أصلا قليل زاد التقييد وأدوات التقييد وكذا كذا بعد لمن وصلت في عهد البخاري ومسلم صار في كتابة أكثر صار في مداد وأقلام وكتب وكتبوا ومع ذاك الكتابة كانت أيضا قليلة بدأت تزيد حتى أصبح اليوم هاتف جوال في المكتبة إيش الشاملة فيها آلاف الكتب لكن مثلا تتصور ابن حجر في زمنه كتب إيش فتح الباري الآن لو خدت مثلا 12-16 مجلد مع الفهارس ها وفككت صفحة شو راح يصير يا أخوان ها من هنا إلى آخر الشهر لحطت صفحة تصور ابن حجر إيش يا أخوان كتبه كتابة ما في كهرباء ولا في أحد كتب هذه الصفحات كلها الآن يمكن لو عطوك هذا فتح الباري انسخه مع أقلام حلوة وكهرباء وليل ونهار ما نبيك تنسخه بعد اطبع يلا انقلب تطبع تطلع روحك ما خلصت ابن حجر إيش كتبه كتابة تصور على السراج شفت النووي ترى توفي شاب كتب المجموع كيف عنده الوقت وكيف عنده البركة وكيف عنده
فزمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في كتابة أصلا الناس تحفظ، وكان يحفظون. يعني الشيخ مباز رحمة الله عليه كم كتاب كتب؟ كثير. ها ولا كتاب، لأنه إيش؟ أعمى. كل علم إيش يا إخوان؟ حفظ في صدره، يحفظه حفظا، حتى ما كتبه إما أملاهم لا ويكتب واحد غيره، أو سجل بالصوت وفرغ، صح؟ لكن هو ما كتب ولا صفحة، هو عن نفسه ما كتب ولا صفحة، وعلمه هو أعلم الناس إمام أهل السنة في هذا الزمن الشيخ ابن باز رحمة الله. ترى كان علماء يحفظون، يحفظون. قتادة بن دعامة هذا ولد أكمة، الأكمة يعني إيش؟ يعني من وضعته أمه أعمى ما يشوف، يسمونه أكمة، مش أعمى صار له مرض وراح بصره بالتدريج. الشيخ ابن باز 16 سنة صار أعمى، لكن الأكمة وضعته أمه أعمى. هذا قتادة من رجال كتب الستة ابن دعامة لا يسمع كلاما إلا يحفظه، حتى إذا دخل السوق وضع أصبعي في أذنيه حتى لا يسمع كلام الباعة فيحفظه، يعني مثل مسجل ليش حطيت على إيش؟ على التسجيل، يسجل كل شيء. آيات كانوا بعدين ما كان عندهم هالألوان وهالجو وهالمشاكل ما فوق السماء وتحت أرض، يسمع الكلام. يقول القصيدة أحدهم في موقف، موقف يعني سيف ودم، يضرب سيف وينزل الدم ويسرد القصيدة كاملة، لا موزونة قدرات. فلما يشكك هؤلاء الزنادقة يقول ما دونت السنة إلا في زمن البخاري، يعني وين السنة كالمدة؟ كان موجودة في صدور الرجال، القرآن نفسه كان موجود في صدور الرجال في العهد الذي ليس ببعيد، ما كان في كتب. ترى إخوان إحنا عندنا في الكويت من اللي عنده مكتبة؟ قليل أفراد، والناس الباجع رياض الصالحين شوية كتيبات تفسير من كثير، بس ما يوجد الآن. ها بالهاتف في كتب، ها ما يحصيه إلا الله عز وجل، تفنى الأعمار واحد ما استطاع أن يقرأها ولا حتى يمكن يقرأ عناوينها. فلما كثرت الطباعة وكثرت زادت الكتابة وأدوات الكتابة والصحف وكذا في زمن الذهبي في ذاك الوقت أيام البخاري ومسلم. لكن لا يعني هذا أن الأحاديث طارت وانتهت فألفها البخاري كما يقول الزنادقة، بل هي كانت إيش يا إخوان؟ في صدور الذين أوتوا العلم. حتى القرآن في ناس عميان حافظينه، انتبهتم؟ يعني في ناس اليوم ناس في أفريقيا يحفظون على الألواح، يقول لو ضاعت المصاحف كلها مسحت يستطيع هؤلاء هم فارقة يستطيع أن يعيد لكتابة المصحف حتى بإيش؟ بالتشكيل وحركات الوقف والوصل وكذا. ها حافظين الصم هكذا. في ناس الآن وجدوا يحفظون، يعني الآن عنتر بن شداد ما في أشعار حق عنتر بن شداد؟ متى كتبت؟ في عهد البخاري ولا في عهد النبي حتى أساسا، ولا ما أدري كم هو أصل الجاهلية، وفي أشعار عدنا محفوظة مشهورة جيل عن جيل، إن هذا الشعر عنتر فلان عن فلان عن فلان، والمعلقات في الجاهلية وغيرها وغيرها حفظ في الصدور. الكتاب والسنة حفظ في الصدور، ولذلك بل كان بعض العلم يعيب على من إيش علمه في كتابه، كان ما هو علم. يقول ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. حاط لي كتب قمطر يعني مكتبة مصفة، هذا ما هو بعلم، العلم ما حواه الصدر. وكان بعضهم يقول العلم الذي لا يدخل مع صاحبه الحمام ليس بعلم. أكو واحد يدخل بحمام بالكتب، كتب ما تدخل بالحمام، يقول إذا علمك حاطه بكتب ما يدخل معك الحمام، من اللي يدخل معك الحمام؟ صدرك تدخل وعلمك في صدرك، هذا هو العلم مش العلم. طبعا اليوم في جوال يدخل الحمام، انتبهتم؟ فهذه كلها شبه ضعيفة تافهة، الناس تحفظ أنسابها، تحفظ أشعارها، تحفظ الغزوات، تحفظ المواقع، حصل كذا حصل كذا، وتكلم بقصص منها الزائد ومنها الناقص، وهي ليست بدين، ليست بدين. ومع ذلك أقول لكم الموقع الفلاني وقعت كذا وقعت كذا وقعت كذا، فيها زيادة فيها نقصان وفيها أنساب وفيها أسماء وفلان ابن فلان، وما يندر الأسماء هذه صح ولا خطأ، والناس تعتمدها.
بني فلان يعودون إلى كذا إذا كذا إلى كذا، يعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ثم يقول لك إلى عدنان وإلى قحطان، وهي كلها مش مكتوبة. أشوف يعتمدونها. وهؤلاء الزنادقة اللي ينكرون الأحاديث ويمكن البخاري يخطأ، إذا جاء يتكلم قال أفلاطون وقال أرسطو، طيب أنت وين سندك الأفلاطون؟ أشوف الكلام تعتمدونه ها وتستدلون به بعد. وإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال، وين الرسول؟ منين الرسول؟ من البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فوق 200 سنة، كيف عرفت أنه وصل؟ أنت كيف عرفت أرسطو ولا أفلاطون ولا كيف منين جاك؟ كلام لزنادقة كفار ملحدين فلاسفة تستدل به وتقول قال أفلاطون، وحديث مروية بالسند عن رجال أسانيد ذهبية، فلان عن فلان عن فلان أم علماء، تأتي وتنكر شيء ما تفهم فيه المفروض تسكت. الأحاديث والدين كله حتى القرآن إنما نقل ماذا يا إخوان؟ بالصدر بالحفظ، وكان لهم حافظة. واليوم اليوم تجد بعض المرات ناس مواهب، جابوا شاب صغير مش فلان كنا الزهراني والمالك اسمه ما شاء الله، يسرد الحديث أعمى، يعطون الحديث يكمل موجود. إذا رأيت هذا لا تستبعد أن البخاري وقبل البخاري وأبو هريرة حفظوا. في ناس اليوم حتى في التكنولوجيا العادية جيب ثقافة عامة مثل ما يقولون، يعني تسأل أي سؤال يجاوب. المعركة الأهلية اللي وقعت في أمريكا في أي تاريخ؟ يقولك تاريخ فلان. في ناس ساكر عنده موهبة يحفظ تواريخ بالسنوات، الثورة الفرنسية كذا وإنجلترا حصل كذا وأيام عبد الكريم القاسم حصل كذا في كذا، وهذا قتل فلان وهذا أخذ الحكم منه، وهذا يفصل لك في الدول العربية والأجنبية وقبل التاريخ وبعد التاريخ والحروب الصليبية ومتى دخل ومتى طلع، حافظ الدنيا كلها بدون كتاب. إذا كان هذا من الناس فينا ممكن الناس تحفظها، فلماذا لا تتوقع أو لماذا تستبعد أن يحفظ الله دينه بالرجال؟ دين هذا خلقنا الله حتى نعبده، أليس كذلك؟ لو لم يحفظ الله لنا الدين وهو جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن ما راح نستطيع أن نعبده. إذا كن حينئذ كلفنا بما لا نطيق، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشاء الله عز وجل حكمة ورحمة يبقى الدين بالكتاب والسنة حتى يعبد سبحانه وتعالى ولا يبقى لأحد عذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب بعث الرسول، توفي الرسول، توفي الصحابة اللي سمع الرسول واللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما مكلفين؟ ها إذا كان فقط المكلف الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة الصحابة اللي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مو الصحابة، ليس كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلهم إيش مالهم؟ لأن يمكن الصحابة يخطأ، يمكن التابع يخطأ، يمكن البخاري يخطأ، يمكن 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 زنادقة لا يريدون أن يعبدون الله، فعذرهم ماذا يا إخوان؟ يمكن هذا حديث مو صحيح. وين متى قيدت؟ متى طلع البخاري؟ أو ما يريد أن يعبد الله عز وجل أصلا. وإلا لو فكرت قليلا كيف يخلقنا الله عز وجل ثم لا يتكفل بحفظ الدين حتى نعبده به؟ كيف؟ هذا لا يمكن. فشاء الله رحمة وحكمة منه سبحانه وتعالى أن يحفظ الدين حتى يعبد وحده لا شريك له. واضح؟ طيب الآن نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.